المفروض تكوني عارفاني مين هنن الشباب يلي خطفوا ابنك امبارح. أنا حكيت معه وهو رح يفهم. يعني هو بيعرف إنه رح يفهم. هو بيعتبرني عدو لإله، لهيك حديثي معه ما رح يفيدني. هلأ شو الحل؟ بتروحوا أنت وفروة تشوفوا أمها. إذا الأمور كلها انحلت بالحكي وقتها شو بدنا أحسن من هيك؟ نحن سوا نروح. إيه؟ أكيد. لو أبوها إنسان محترم ما كانت غلطت. بعدين أنا متأكد إنه هنن طمعانين بثروتنا ومكانتنا. وأكثر من ابننا نفسه. هاي البيوت بس النسوان اللي بتحكمها وبتوصل لهي المكانه.